بخير، لاباس عليك؟ داير مع الصحيحة؟ كلشي مزيان هاني؟ الحمد لله. البنات حنا اليوم ان شاء الله جينا عند سي مصطفى باش نشوفوا شنو اخر ما كاين في النجارة واخر ما كاين في الموديلات. هجمنا عليه اليوم وجبنا ليه المتتبعين ديالنا كاملين باش يقول لنا اشنو كاين اخر ما كاين في النجارة واخر ما كاين في الموديلات. السلام عليكم سي مصطفى، بخير؟ لاباس عليك؟ داير مع الصحة؟ السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كلشي بخير خويا هاني؟ داير الأمور؟ كلشي بخير ليك. كلشي مزيان الحمد لله. حنا اليوم راه جينا هجمنا عليك في هذا النهار هذا المبارك باش نشوفوا معاك أشنو كاين، نتصوروا معاك آخر ما كاين في النجارة ديال العود والموديلات وكلشي والأثمنة. بالنسبة للأثمنة سي مصطفى، الأثمنة مزيانة؟ تراوح ما بين 250 درهم حتى 450 درهم. زعما راه السوق 450 درهم. تقريبا 450 حتى 750 حسب لاكاليتي ديال العود. واخا سي مصطفى، أنت عندك المحل ديالك منين كدير هادشي ولا غير كتشري وكتعاود تبيع؟ لا لا، المحل ديالي كنصايب الراس. هكاك عندك المكازان ديالك وعندك معلمين ديالك كتجيب هنايا كتبريزونتي السلعه ديالك وعندك فين كتخدم. ان شاء الله. دابا ان شاء الله منين غنبداو سي مصطفى الارتيكل الاول غنبداو به؟ شنو هو البلاصه اللي غنبداو منها؟ يعني الارتيكل اللي غنبداو به، نبداو باش من الرخيص للغالي ولا من الغالي للرخيص؟ من الرخيص هو الاول. بحال هكا واخا السابل هكا لكاليتي الليطر حتى الثمن ديال هذا سي مصطفى. السابل 250. 250 كاين فيه 14 وكاين فيه الصغير ديالو هو الفوق. هادي بالفيرني بالصباغه 300 درهم. يعني الصباغه غاليه على الفيرني. الصباغه هي اللي زايده شويه في الثمن. والكاليتي كتبقى هي الكاليتي، العود هو العود. واخا هاد الموديل هذا اللي هنايا اللي قلتي بحال 3 دي هذا. هاد 3 دي 400 درهم. 400 درهم. كاين هاد الزواق ديال السامبل وتكون فيها رومي غير بها الجناب شويه كدير 300 درهم. ممشارجيش. تبارك الله. وكاين الزواقات الاخرين البوجات اللي ولاو دابا هما هاد الزواقات المقطوعين دوز بوجه بوجه. هادو كاملين ثمن واحد بحال بحال. هادو هما الزواقه ديال البوجه اللي قلت. تحسانين كلهم بحال بحال. كلهم هادو الثمن ديالهم شحال سي مصطفى؟ شحال قلتي الثمن ديال هادو؟ كاين لينا اخرين عاوتاني. الفوقانيين واخا. يا شكل اخر عاوتاني. هادو كلهم بوجه تاع سي مصطفى. هادو الثمن ديالهم كيبقى 350 درهم. الفرق فاش كيبقى غير في اللون ديال الصباغه، هي اللي كتغير اللون، هي اللي كتغير الثمن ديال السداري. ياك سي مصطفى هادشي اللي كاين؟ هادشي اللي كاين. هذا بغوت، هذا باقي ما مخدومش. شوفوا كيفاش داير. شوف تبارك الله الزواقه ديال المربوع كيفاش دايره ما شاء الله. شتو الفرق ما بين المربوع وما بين زعما خدمة اليد وخدمة الماكينة؟ خدمة الماكينة كتزين، فهمتي؟ كتزين. شتو فين ما كيضرب المربوع كيخلي لاطخاس كتجي الزواقة محفوفة كتزين زوينة. هادي كاع اللي كتبقى طايحة بحال هكا هادي مزينة. اللي كتكون ملسة هي اللي كتكون ديال الماكينة. هي اللي مزينة هادي. هادي دابا كتكون زوينة. بالنسبة لليبيسور سي مصطفى شنو قلتي لي على هاد الشيء على ليبيسور ديال؟ ليبيسور كاينة هنا كاينة الفاتسات. هادي هي اللي كتلك 350. 350 الفاتسات. إلا كانت الكارون بحال هادي الغوند ديال هاد الشيء هادي غلادة 4 سنتيم. 4 سنتيم. والزواقة كتبقى هي كتبقى نفس الزواقة غير هو الثمن كيتزاد. كل ما غلاض العود كيتزاد الثمن. فوالا. هذه 350 وهذه 400 درهم البنات. شوفوا هذه الزواقه هذه حتى هي خطيره. هذه راه عريضه هذه ياك سي مصطفى. هذه فيها 20. هذه 20 عريضه. هذه كتبقى بشحال؟ 400. الثمن ديالها 350 درهم. 350 درهم. بلديه. الشكل ديالها زوين. ننتقلوا لهذوك اللي الفوق. بحال هادو مثلا، هادو راهم غلاظ، العود ديالهم غليظ كيبقاو ب 400 درهم. شفتو الزواقة؟ بقى
قرب لكم الكاميرا شويه باش تشوفوا. شوفوا هادو 400 درهم، علاش؟ لان العود غليظ، الاخرين دايرين 350. العود شويه رهيف، رقيق شويه، هو صحيح غير هو بيناتهم واحد شويه ديال البيستور ماشي بزاف. كاينين هاد الزواقة سمعتو السي مصطفى قال لكم كلهم هادو 350 درهم، إلا هاديك الزواقة الكري اللي فيها بحال شكل القوس كدير 400 درهم. هاد الزواقة شتوها، وهادي اللي تحت منها، والاخرى هادي. كاين هاد الزواقه هادي اللي تحت منها، وهادي هذا لازير كيدير 270 درهم. اخرين زواقات بلديين ياك، 350 زواقه بلديه، هادي 350. كاين ثاني هاد الموديل البنات شفتو، كاين هذا وهذا وهذا، الثمن 350 درهم. كاينه هادي زواقه روميه، لا اخليها طول اخليها روميه. هادي البنات روميه شفتوها كي دايره، راها عريضه ما شاء الله، وكتبقى الثمن ديالها 400 درهم. وهاد الاخرى هادي بقى 350. هادي كلشي في عود ديال لاطر ياك السي مصطفى، كلشي لاطر. هاد الزواقه سميتها الرمانه، عريضه، الثمن ديالها 400 درهم. كاينه هاد الزواقه عاوتاني البنات، هذا مصبوغ، زواقه بلديه مصبوغه، الثمن ديالها بشحال كتبقى؟ هادي الثمن ديالها بشحال كتبقى؟ 350 صافي. هذا الارز الزواقه كيفاش دايره ما شاء الله. ثمن 600 درهم. لوين زوين، اه شوف هذا اللون تبارك الله شحال زوين البنات. كريستيل، بريستيل، كريستيل، كريستيل. شوف هذا اللون سميتو كريستيل، شوف كيفاش داير ما شاء الله. نتمنى ان التليفون الكاميرا عطاتكم الضوء اللي كيعطي لون، وفي الليل كيعطي لون. نتمنى ان الكاميرا ديال التليفون نقل لكم الحدث كما هو، نقل لكم اللون كما هو. الثمن ديال هذه 400 درهم، 350. اه الثمن ديالها 350، واخا عريضه. اه عريضه شنو؟ بان تسعتاش، بان تسعتاش. اه من تما ما عريضاش، ولكن هنا العرض هكا، هذه زعما هنا هنا انا علاش دويت. لا تما عندك الثمن من من الدوز حتى الديسات، كلشي بحال بحال الثمن، بحال الثمن. آه. صح. شوف الزواقه ديال بحال الوريقه، والاخرى شوفوا ثاني كيفاش دايره الزواقه الاخرى. هذا في الشان، وهذيك الثانيه في الشان، والثالثه في اللاطر، والرابعه حتى هي في اللاطر. هادو الثمن ديالهم كيبقاو 400 درهم. هاد الزواقات الفوقانيين روميين، الثمن ديالهم 400 درهم. هادي كذلك مثال بلديه، الثمن ديالها 400 درهم. وهادي العظم والسلك حتى هي 400 درهم. هادو
هذه زواقه ديال البنانه ما كتعرفش. هذه زواقه بلديه، هذه زواقه بلديه، هذه هذه حتى هي زواقه بلديه، الثمن ديالهم 350 درهم. هادو شويه الثمن راه رخيص شويه البنات. هاد الزواقات هادي وهادي، هادي لازير، هادي حتى هي زواقة لازير، وهادي زواقة لازير، الثمن ديالهم 270 درهم. الزواقة بلدية حتى هي الثمن ديالها 350 درهم. هذه الزواقة الحوية الثمن ديالها 950 درهم. بالنسبة للطوابل غنبداو البنات، هذا أول موديل غنشوفوه، كيقولوا ليه موديل ديال الشيشة. طابلة. أه. الشكل ديال الرجل ديالها كيفاش دايرة؟ طابلة 3500. 3500 درهم. الصندريات 900 درهم، والنقش هكا بحال هذا النقش، ماشي مشرطي، النقش يكون مكعب هكا باين. واضح. كاينة خدمة أخرى ولكن تيكونوا غير مشرطين. ما كيكونش منقوشين مزيان. كاينة هذه عاوتاني كارية. هذه فيها متر على متر، ولكن كتجي في السنتر بحال الأخرى. علاش كتعطيك متر 20 دايرة؟ حيت كتزادوا في هاد القناة، هما اللي كيعطيوها عطوها العرض. هادي الثمن ديالها 2500. 2500 درهم. اه. وهادي؟ هادي دايرة. هادي 3000 درهم. بومبي هادي. اه موديل ديال الرجل ديال القال. هادي 3500. اه لا 3000 تحتانية. 3000 درهم هادي تحتانية. أخرى 2500 ياك. كاين ثاني كان الشكل هذا، الرجل كتكون غليظة بزاف. هادي الثمن ديالها 3000 درهم. الثمن ديالها 3000 درهم. وهادو كاين هاد العاد العاديين هادو كيديروا 2000 درهم. 2000 درهم عادي. اه واخا بحال بحال هادي هي دايره الشكل اللي شتي الاخرى، غير هادي السبابه وهادي فيرلي، هادي كدير 3400 درهم. وهادي العاديين هاديك الثانية عادي 600 درهم. لا 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 الشكل عاوتاني ديال الطويبلات كاين هاد الموديل هادي تيديرو 500 500 الوحدة. اه شوف راه كيدير راه منقوشة البنات، هاي راه منقوشة من هنايا، راه حيت كاين البلاستيك والمبالاج شوف هنا راه منقوشة من هنا، ونفس النقشة اللي كاينة هنا هي اللي كاينة الفوق. الثمن ديالها 500 درهم. كاين هاد الشكل 800 طابلة 3000 درهم. هاد الشكل هذا الصندرية ديالها 800 درهم، والطابلة ديالو دايره 3000 درهم. بالنسبة للطوابل الكاري اللي شفنا قبيل، هادو هما لي صوندغي ديالهم، الثمن ديالهم 800 درهم. هاد الطابلة الكري اللي شفنا هنايا هي الصوندغي ديالها، شوها الشكل ديالها خطير. الثمن ديالها 800 درهم. 800 درهم. كاينين هاد الطوابل ثلاثة كيتجمعو كيقولو ليهم طابل جيكو. 100. الثمن ديالهم 1100 درهم. كاينين عاوتاني هاد الزواقات هادو. وهادي وهادي الثمن ديالهم 350 درهم.
كاين هذا الموديل ديال الشان امريكان، شان امريكان، الثمن ديالو 700 درهم. غارانتي ديالها بالنسبه للماطلة البنات راه كاينه ميكس دور، كاينه ميكس دور وكاينه سيدني. الغارانتي ديال 10 سنين، ثمن 550 درهم، وفيها حتى اللون ديال الغوج بغي، كاين هذا البيج والكري والغوج بغيك. كاينين هاد الطوابل كيتحطو في صالون رومي، الثمن ديالهم 800 درهم، كيديرو بوحدة فويتيات. هاد لي طابوغي هادو كيكونو بالفورير، فيهم اللوان، شوفو الثمن ديالهم 170 درهم. هادو عاديين، مبرة عادية، الثمن ديالهم 150 درهم، كاينين تاهما في اللوان. كاين هاد الزواقة ديال القرقاع، الثمن ديالها 400 درهم. والناس ديال المحل غنخلي في اخر الفيديو، كمل الفيديو الى الاخر فضلا وليس امرا. البنات الجوله ديالنا في المحل ديال الجار العاميه سالات، نتمنى ان كاع الفيديو كاع الموديلات اللي وريتكم نالوا الاعجاب ديالكم، وان شاء الله تزوروا المحل وتعرفوا على المنتوج تشوفوه يعني مباشره. كنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء والاحباب، ومتنساوش البنات تدعمونا بلي لايك ديالكم، واللي باقي ما اشتركش في القناه عندي يشترك، مرحبا به والف مرحبا. ان شاء الله الفيديو القادم غنمشيو ان شاء الله للمحل وغنشوفو داكشي كيفاش كيتصاوب على ارض الواقع، ونشوفو حتى الماتيغ باش كيتصاوب. الى فيديو قادم باذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامه. الناس ديال المحل غنمشيو عند نزار السلام، المحل ديال مصطفى الحريزي. هذه هي المحطه ديال درب غلف ديال الترام، هذا هو الشارع اللي حدا الجوطيه، نتوما جايين بحال هكا. كاينه اتصالات المغرب، بوست كبيره ديال اتصالات المغرب، كتشوفوها معايا. كنطلعوا مع الزنقه اون فاس اللي مع اتصالات المغرب، هذه هي الزنقه اللي فيها مي الفراش، شوفوها هي هادي. كنطلعو مع الزنقه هي هادي، الزنقه الاولى لا مندوروش معاها، ندورو مع الزنقه الثانيه فين كاينه ريش بونك. هذه هي الزنقه، المحل هو هذا. لاباس بخير، لاباس عليك، داير مع الصحيحه كلشي مزيان هاني الحمد لله.